بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نقدم لكم البرنامج الرمضاني، وهو أقوى برنامج لعلاج حالات المس والسحر والعين والحسد ولإخراج وطرد الشيطان من الجسد إن شاء الله. البرنامج سيكون على 4 مراحل، في كل أسبوع مرحلة. في الأسبوع الأول ستكون مرحلة نسف العقد وتحطيم الحصون بإذن الله، والأسبوع الثاني ستكون مرحلة إبطال الأسحار بإذن الله، والأسبوع الثالث ستكون مرحلة علاج ونسف العيون والحسد بإذن الله تعالى، والأسبوع الرابع وهو الأخير هي مرحلة إخراج وطرد الشيطان من الجسد بإذن الله تعالى. قبل أن نبدأ بالمراحل، هناك أشياء ثابتة تستمر عليها من أول يوم إلى آخر يوم، وهي 4 أشياء. أول شيء، كل يوم قبل أن تفطر تأتي بلترين أو 3 أو 4 أو 5 على حسب ما تستطيع أن تشرب من الماء، وتقرأ عليها سورة الفاتحة، تقرب فمك من الماء وتقرأ بصوت مرتفع كثيرا أو قليلا سورة الفاتحة، تكررها 7 مرات، وآية الكرسي 7 مرات، والأذان 7 مرات، وسورة الفلق 7 مرات، وسورة الناس 7 مرات، وكل ما قرأت سورة انفث في الماء، وابدأ بشرب هذا الماء من حين أن تفطر إلى أن يأتي أذان الفجر، يعني قبل أذان الفجر تقطع، لأنه إذا أذن الفجر فلا يجوز لك أن تأكل ولا تشرب. هذا أولا، هذا شرب الماء تستمر عليه من أول يوم إلى آخر يوم. ثانيا، كل يوم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، هذه تثبتها. كل يوم ثالثا، كل يوم قبل النوم تقرأ سورة النور، 3 أشياء هذه ثابتة. رابعا، إن استطعت أن تقرأ سورة البقرة كل يوم فهذا هو الأفضل، وإن لم تستطع كل يوم، وإن لم تستطع كل 3 أيام، وإن لم تستطع شغلها في البيت أو شغلها واستمع لها. المهم سورة البقرة، إما تشغيل أو استماع أو قراءة، كله إن شاء الله سيكون فيه نفع عظيم. الآن نأتي للمرحلة الأولى. المرحلة الأولى كما قلنا هي لنسف العقد وتحطيم الحصون إن شاء الله. في هذه المرحلة ستقرأ سورة الجن 5 مرات في النهار و5 مرات في الليل، وهذه السورة هي من أقوى السور لتعذيب الشيطان وإضعافه والتأثير عليه، فاقرأها كما قلت لك 5 مرات في النهار و5 مرات في الليل أو في المساء، استمر عليها لمدة أسبوع، وفي هذا الأسبوع تسمع يوميا رقية العقد ورقية الحديد ورقية التشخيص، لكن اسمعهم بأوقات متفرقة، مثلا هذه في الصباح، هذه بعد الظهر، هذه بعد العصر، هذه في الليل، على حسب ما تستطيع، لكن أفضل أوقات أن تكون واحدة في الصباح، واحدة بعد الظهر أو بعد العصر، وواحدة في الليل. طريقة الاستماع لكل الرقيات، أفضل شيء وهذا هو الصحيح، أنا أطالب الكل أن تسمعوا بهذه الطريقة. اجلس على الأرض، ظهرك على الحائط مسنود، تمد الأقدام، اليدين مفتوحتان، كل يد على فخذ، وسماعات الأذن في أذنك، وتغلق عينيك، وإن لم تستطع إغلاق عينيك افتح عينيك، ولكن انظر إلى يديك، يعني انظر إلى قدميك أو إلى يديك حتى لا تتشتت، التركيز هنا مهم جدا. طيب، هذه مرحلة الأسبوع الأول. الأسبوع الثاني وهي مرحلة إبطال الأسحار إن شاء الله، أولا اقرأ من سورة الأعراف من الآية 115 إلى الآية 122، من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، إلى قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. كررها 30 مرة في الصباح أو في وقت آخر على حسب ما تستطيع، وتكرر الآية 81 من سورة يونس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. كررها 70 مرة بعد العصر أو بعد الظهر حسب استطاعتك، وتكرر الآية
69 من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أيضا كررها 70 مرة في الليل أفضل وقت. هذه الثلاثة قراءة. أما بالنسبة للسماع فتسمع رقية إبطال الأسحار مرة واحدة في النهار ورقية السحر الأسود مرة واحدة في الليل. هذه نصف ساعة وهذه نصف ساعة تقريبا، يعني السماع في هذه المرحلة فقط رقيتين، رقية إبطال الأسحار ورقية السحر الأسود في الليل. تمام. نأتي للمرحلة الثالثة، الأسبوع الثالث، وهي مرحلة علاج ونسف وإخراج الحسد والعيون إن شاء الله. أولا تقرأ قول الله تعالى الآية 54 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. تكررها 70 مرة أيضا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وتقرأ أيضا الآية 37 من سورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. أيضا كررها 70 مرة. الآية الأولى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، اجعلها في الصباح أفضل. وهذه الآية ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، اجعلها بعد الظهر أو بعد العصر يكون أفضل إن شاء الله. وتكرر هذا الدعاء اللهم أخرج جميع العيون والحسد من جسدي، أيضا 70 مرة، واجعلها في الليل يكون أفضل. وتسمع طيلة هذا الأسبوع الثالث رقية الحسد مرتين، مرة في النهار ومرة في الليل فقط، يعني هي حتى أقل يمكن من نصف ساعة. السماع مرتين فقط، مرة في النهار ومرة في الليل. نأتي للمرحلة الرابعة وهي المرحلة الأخيرة، الأسبوع الرابع. في هذه المرحلة الرابعة تقرأ الآية 46 من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. تكررها. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. تكررها 70 مرة، ويكون ذلك في الصباح أفضل إن شاء الله. وتقرأ الآية 13 من سورة الأعراف. الآية رقم 13 من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. تكررها 70 مرة في المساء، تحب بعد العصر تحب في الليل على حسب ما تستطيع. وتسمع رقية الربط والقيود مرة واحدة، ويكون ذلك في الصباح أفضل. وتسمع رقية الإخراج، رقية التنزيل والإخراج، تسمعها مرتين في بقية اليوم، مثلا مرة بعد العصر مرة في الليل على حسب ما تستطيع. وفي هذه المرحلة، مرحلة الإخراج، لما تسمع رقية الإخراج اتفقنا أن نسمع بالطريقة التي هي تجلس على الأرض، ظهرك على الحائط، تمد الأقدام، يديك مفتوحتان، كل يد على فخذ، وتلبس سماعات الأذن وتغلق عينيك. عندما تسمع رقية الإخراج احصر جسمك بالنية، نية الإخراج، أنه الجسد بإذن الله تعالى يتطهر، وادفع من الرأس، من الصدر، من القلب، من الأكتاف، من اليدين، من الظهر، من البطن، من الأرحام، من أسفل الظهر، من الفخذين، من اليدين، ادفع من كل الجسد، من كامل الجسد نحو الأقدام، النية. وأيضا شد جسمك، شنج الجسم وادفع بقوة نحو الأقدام بنية الإخراج. تمام. الآن أعطيكم مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الاغتسال.
لو كل يوم كل يومين كل 3 أيام تأتي بقدر صغير أو كبير من الماء وتقرأ عليه أيضا كما ذكرنا سورة الفاتحة وآية الكرسي والأذان وسورة الفلق وسورة الناس، تقرب فمك وتقرأ بصوت مرتفع قليلا أو كثيرا وتنفث فيه، كل ما تقرأ سورة تنفث، كل ما تقرأ آية تنفث، كل ما تؤذن تنفث، وتغتسل فيه. اغتسل بالطريقة الآتية: خذ بكوب وصب على جسدك قليلا قليلا، وبعد أن ينتهي الماء لا تجفف الجسد، دعه يجف من ذات نفسه، ولا تغسل بعد الماء المقروء عليه بماء آخر، سيكون إن شاء الله فيه نفع عظيم. والنصيحة الأخيرة وهي تحصين البيت. تحصين البيت مهم جدا. بخاخ مثل هذا البخاخ الذي يكون فيه منظف النوافذ، تضع فيه الماء وترقيه أيضا كما ذكرنا، سورة الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي 7 مرات، الأذان 7 مرات، سورة الفلق 7 مرات، سورة الناس 7 مرات بنفس الطريقة الماضية، وتبخ يوميا في البيت. بعد العصر أفضل وقت أنا أشوف، أو في الصباح، أو تريد مرة في الصباح مرة في المساء، تبخ في جو البيت، هذا مهم. ويوجد أمر ممكن أن يكون هو من أهم طرق التحصين، وهو غسل البيت بالماء المقروء عليه. طبعا أفضل شيء في تحصين البيت هي قراءة سورة البقرة، هذا بلا نزاع وبلا خلاف، ولكن هذه الطريقة التي سأذكرها هي من أعظم الطرق لإبطال السحر وإخراج الحسد وطرد الشياطين بإذن الله تعالى. تأتي بقدر من الماء وتقرأ عليه أيضا نفس القراءة السابقة التي ذكرناها، سورة الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي 7، الأذان 7، المعوذتين 7، وتنفث فيه، وتغسل كامل أرضية البيت أو تمسحها مسح. الأفضل أن تغسل غسل كامل أرضية البيت، وخاصة أمام الأبواب. وإذا كان في البيت باب واحد رئيسي هو الباب الذي تدخلون منه للبيت، فهذا الباب وما حوله من الخارج ومن الداخل اغسله جيدا. وإذا كان في البيت بابان نفس الترتيب، الأبواب يتم التركيز عليها بشكل كامل، الأبواب التي في داخل البيت والأبواب التي تخرجك إلى خارج البيت، يعني الأبواب التي تخرج منها خارج البيت وتدخل منها إلى البيت، سواء كان باب واحد عندكم في البيت تخرجون منه وتدخلون، أو أكثر من باب، كل الأبواب بدون استثناء، الباب وما حوله من الداخل والخارج تركزون عليه في الرش والغسل بالماء المقروء عليه. وإذا كان يوجد في البيت سور أو سياج، فباب السور هذا ضروري جدا أيضا، الباب وما حوله من الداخل والخارج هذا مهم جدا أن يغسل بالماء المقروء عليه، هذا مهم جدا. وملابس العائلة على مراحل، اليوم تغسلون ربع الملابس، غدا الربع الثاني، بعدها الربع الثالث، أو اليوم نصف مثلا، وبعد يوم أو يومين نصف، غسل جميع ملابس العائلة هذا شيء مهم جدا مهم جدا. بعض الناس طلبوا مني النصيحة فقلت امسحوا حتى الجدران والسقوف واغسلوا جميع أغراض البيت بالماء المقروء عليه، فافعلوا هذه الطريقة، جميع البيت يتم المسح والغسل على حسب الاستطاعة. وبالنسبة للحمامات، فماء بدون قراءة، بدون أن تقرأوا عليه، ماء واخلطوا معه المسك الأبيض أو الأسود، واخلطوا معه ماء الورد واغسلوا به الحمامات، هذا جيد وممتاز بدون أن تقرأوا على الماء. وفي الختام أوصيكم بوصية: هذا البرنامج انشروه في أي مكان تستطيعون، اعطوه لكل من تعرفون، انشروه في كل مكان تستطيعون. وهكذا قد انتهينا من البرنامج الرمضاني، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.